غنيتي منيح كتير، يعني كنتوا رائعين. اهدى اخي اهدى. تمام، انا يعني يكون هادي يعني. نحن اعطيناهم جوابنا على المسرح يا شباب. هي اجت لكم. لمين هي؟ علي الجي. خير معلم؟ شو هدول؟ اعطيني لشوف. جاكري كوجاك زينو مافي. هي الك وهي الك دورو، وهي لالك. شو هي؟ المسا معزومين لعندي، لازم نتعرف وش لوش بقى. ما تنسوا المفتاح. وانا مكتوب عندي نفس الشيء. وانا كمان. كتير طبيعي يكون مكتوب عند الكل نفس الشيء. معناها صار الوقت نتعرف فيه على الشخص السري ونعرف مين هو وشو بده منا وبالمكان اللي بده اياه. واساسا تاخر علينا حتى. لحظه، انت شو دخلك؟ هو ما عزمك لالا. زينو زينو، مشان روح وادخل لهونيك ما في داعي يكون مدعو. يعني قصدك المفتاح بيفتح الباب؟ بالضبط. وانت كمان اوبس. ليكن هونيك. شفتهم. يلا خالد داريا، خالد داريا. علي، علي جاي على البيت مو؟ لا ماما، اليوم بدنا نسهر مع بعضنا. واحتمال يرجع متأخر، بس ما تقلقي ولا تشغلي بالك لأنه عيوني موجودين عليه. لا لشو بدي اشغل بالي؟ مو انت هنيك؟ انتبه. تمام ماما. جاكري تعوا بدي استشيركم بشي لكم كمان. خلينا نعمل هيك، مو بدنا نروح، خلينا نروح بس شباب منشان اذا بده يصير شي ما نتلبك بوجود البنات. شو رأيكم؟ مو صح كلامي؟ انا بناسبني كلام علي. مزبوط يا بنات، يعني ما تواخذونا بس بلا ما تروحوا ويوجعكم راسكم لا سمح الله. برأيي الأفضل تبقوا هون. هي مع أنه البنات كانوا معزومين، خليهم. بارك أنت شو رأيك؟ تمام لكان خلص. عفوا منك، بدي أقول شي. نحن هون وبرأيي فينا ناخد القرار بنفسنا يا بنات. ما في، أنا مشانك. شبك شو؟ البنت معها حق ونحن كمان جايين. وأنا رح أجي كمان. وأنا بصراحة إذا ما بجي رح موت من الفضول. جاية. دخيلك بالناقص منك بيكون أحسن. بالضبط. تمام، طالما أخذنا القرار مين رايح معي منكم؟ ما في علي، هذا الإلقي معي، تعو. اوكي، لكن الباقي يجوا معي انا. لك انا عم بحكي منشان ما يصيبكم شي لا سمح الله، منخاف عليكم. معلش يا ريت تحمي حالك. انا بدي احميكي الك. تحمي كمان حالك بالاول. شبك شو صاير لك؟ عرب. ايه. وين المفتاح؟ تحت الكنبايه يا ابني. تحت اي كنبايه حاطه؟ شو اي كنبايه؟ تحت الكنبايه. شبك يعني الكنباية اللي بيقعد عليها عمي عثمان. تمام، قول لدوره بالأول بدنا نروح على الحارة. تمام، والحقونا أنتو. يلا بعدين بقى، يلا خلصونا. أيوة. وهلأ بما أنه حلينا موضوع البطاقات خلينا نشوف ونتعرف على صديقنا باللعبة يا حلوين. المفتاح وينه؟ معي. أي حلو. لكان نحن معنا هلأ مفتاح واحد بس ورح ندخل فيه على جهنم يا عرب. يا ابني ما اجتني الفرصة، كنت رح انسخ بس دكان المفاتيح مسكر. لا حول الله. حلو كتير. طيب لكان يلا لنشوف، خلونا نكفي مغامرتنا. ليك ولا سنجاب، لا تخليني اضربك. عرب عرب خليك بدورك، يلا لشوف. خلص تركو. شوف مالك شايفه. خلينا نشوف اذا رح يقدر يجي وياخدك من عنا. ليكي بدي اقول شي، شو هذا الشي اللي عم يوزعوه على الباب؟ بعد شوي منفهم. كأنه هذا المكان كتير قديم بس شكل الحفلة حلوة. وليه؟ طالما اجيتي غني لك شي غنية لكان. يلا يلا بلا سخافة، اجا دورنا. اهلا وسهلا فيكن، بدكن تلبسوا هدول الليلة وممنوع تدخلوا تليفوناتكم، حطوهن هون. ليش شو دخل؟ مشان شو؟ يلا ما في. اعطيها؟ لك يا ابني شو هالجنان؟ ها الكل لابسين مثل بعضهم. الكل ينتبه وفتحوا عيونكم منيح، ما تتفرقوا عن بعض ابدا. ايه صح.
فعلا استقبال منيح. خلينا نتفق انه استقباله منيح، ولو كنت مكانه كنت عملت مثله. عفوا، البطاقات لو سمحتوا. يا شب شو الاوضاع؟ طمني. لانه كل الشباب هون لابسين جناحات، شو السيره؟ وانا شو بيعرفني؟ كل مره بيطلعوا لنا بشي. يعني بهيك حفلات انتو بتعملوا اكشن، ستايل جديد وحركات. معلم قل لي هلا اذا بنشلح هدول منكون طلعنا عن نطاق النشاط مشان نعرف نتصرف يعني. ايه، لانه الكل مثل بعض ومشان نحن نعرف بعضنا، هيك ما بيمشي الحال. بس تقعدوا مكانكم، فيكم تشلحوه هيك لك. طيب وين بدنا نعود؟ على الاقل تعال ساعدنا، وين رحت؟ ماشي تعال، بظن من هون. اشلحوا هالجواكين. أنا رح أعمل لفة وبرجع. تمام. شو جابنا لهون؟ رجليكي. المفتاح بأمان ولا شو؟ بأمان بأمان، ما تخاف. يا ابني ليش بدي خاف؟ هو بده ياك إلك. بارك هي فهمناها، بس لو أنت تحل على رقبتي شوي لك ابني معلي. ما بيصير يا أخي، بالأخير نحن أخوة. إيه والله. أنا لازم روح على الحمام ضروري. بس تعرفي والله وأنا كمان مثلك. ولا يهمكم، تعالوا أنا باخذكم. يلا وأنا كمان جاي معكم. مو ناقصنا غير أنت. أنت بدك مين يحرسك؟ تعال خلصني يا حبيب قلبي. تسلم. على الحمام. شبك عم بحكي معه؟ ما توقفونا يا جماعة. كمان اسمع. سكوت. عفوا شو بدي أقولكم، وين الحمام صاير؟ من هون بتروح دغري. روح من هون. لا ايه دغري من هون. يعطيك العافية أختي. إيه تعي دور، تعي روحي قدام. شو عم يصير معك؟ في شيء غريب بارك؟ بارك؟ لا تمام. خير جاكري؟ شو اللي مضحكه؟ مو جيت لهون بس لحتى تعرف مين رفيق جمره باللعبه؟ هاد اللي بضحك. ايه مزبوط. اصدقائي، في اخباريه عن وجود قنبله ولازم تتركوا المكان فورا وحالا. شو؟ تعي. هذا عرب بالحمامات. جاكري وينه؟ هون اتصلوا، انتوا اتصلوا بإلكي. وين تليفون؟ خلاص بنستناهن هون. حلو بلشنا. يلا بسرعة، خلونا نطلع لبرا. ما لازم نحن نقعد هون. دورو هزال يا بنتي. يلا دورو بسرعة. شو عم يصير هون؟ عم بيقولوا في قنبلة بالنادي. هزال طلعي. هزال شو عم يصير؟ عم يقولوا انه في قنبلة. لقنبلة شو؟ عم يقولوا في اخبارية انه في قنبلة. امشي لك. يلا بسرعة، خلونا نطلع لبرا. يلا لكن اركضي. يلا اركضوا. ليش وقفتي؟ وينو عرب؟ تركينا من عرب وغيره. تعالي يلا بسرعة. عرب دورو امشي. تعالي عرب. ما شبك. يلا اطلعوا بسرعة. عرب وينو؟ ما بعرف وين اختفى. كيف يعني ما بتعرفي؟ ليش انتو ما كنتو مع بعض؟ كيف؟ والقي مانو موجود؟ كيف يعني مانو موجود؟ وانا جاية ما شفته بطريقي. تمام اهدوا، خلص منلاقيهم. عرب يا عرب يا عرب عرب
عم تسمعوا صوتي؟ قدرتوا تلاقوا رفقاتكم يلي بتحبوهم كتير ولا نستنى كمان شوي؟ حاجة بقى، حاجة بيكفي سكتي بقى، خلصنا لك سكتي. اهدي بتاعي، لازم نلاقي إلكي. استعجلوا شوي لأنه ما عندكم كتير وقت. حابة إلكم شغلة مهمة، احتمال ما تلاقوا. علي استعجلوا شوي. عرب عرب علي عرب عرب علي أنا هون. بدي إلكم شغلة مهمة. شو صار؟ افتح الباب، افتحوا بسرعة، افتحوا. وينكم؟ هزال جاكري؟ هي ما عادت لعبة، صارت مسألة حياة. افتح الباب، بتمنى تكون أخذت المفتاح معك يا عم. افتح الباب، افتحوا بسرعة، افتحوا. بابي علي بمفتاح واحد، وأنت بدك تختار مين بدك تنقذ. لك اضرب بقوة، يلا شو صار لك؟ لكني عم بضرب، لكن شو عم بعمل؟ لك اضرب بقوة، شو صار لك؟ فيكم تهربوا وتنفذوا حالكم كمان، هذا خيار تاني. بلش العد التنازلي، آخر 5 دقايق بحياتكم. بالتوفيق. ولك افتحوا افتحوا افتح افتحوا افتح الباب. زينو خدي كل البنات وروحوا. تمام دورو تاين روح، يلا امشورو امشي يلا. رح انقذك ولا عرب، رح طلعك من هون، فهمت؟ لك ما في مفتاح، الله يلعنه، وين اختفى وينه؟ لك انت شو انت غبي شي؟ كيف ما قدرت تحافظ على مفتاح صغير؟ كيف؟ هزال تمام؟ خلص رح نلاقيه؟ وكيف بدك تلاقيه زينو؟ حتى لو لقيتي ما مطلع واحد والتاني رح يبقى. ايه وقفوا 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 وقفوا، تمام خلص وقفوا لو سمحتوا، خلونا نفكر شوي. فكروا فكروا. لقيته. شو؟ مفتاح بارك هاتو، بارك هاتو تحتاني بترجاكات. ليك بالأول لازم نطلع على الطابق الفوقاني، ما فينا نعمل هيك وما لازم نضيع وقت. ليك نحن منروح ركض، ما منتأخر، مناخد عرب ومنرجع لو سمحت. لا تخافي يا جماعة، نحن هلأ عم نضيع الوقت، لو سمحتوا يلا تحركوا. بارك بارك الله يوفقك لو سمحت. ليك المفتاح كان معي وأنا لازم أخذ القرارات بهي اللعبة، وأنت ما كنت موجود بهاللعبة، أعطيني المفتاح بارك. بارك، ألقي صديقك من أيام الطفولة، لا تعمل فيه هيك لو سمحت. ما عم صدق على شو عم تتخانق، وأعطيني المفتاح يلا. أنا ما لازم أخذ هيك قرار. لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت شاكري، لو سمحت. شاكري! شاكري! علي! شاكري! انت شو عم تعمل؟ علي! لازم نطلع. دارو أمي! يلا! يلا امشي! يلا خلينا نطلع يلا! يلا امشي! امشي! يلا! ليكو! جبت لقيت المفتاح؟ يلا 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 ليكو! لك وحش يا برو، وحش! لك حلال عليك. كوت عليك عرق. مرقت دورو، خلص مرقت تمام، مرقت يا دورو، الحمد لله مرقت على خير. اجوا من وراي وخلوني شمشي، واخر شي كنا ناطرينكم مع عرب قدام الحمام، ما حسيت، ولما فتحت عيوني لقيت حالي بالقفص.
انت منيح؟ ورجيني فتال وشك لشوف. منيح منيح، شكرا شكرا جاكري. سيدي خلصنا تفتيش والمبنى فاضي والاخباريه كاذبه. يا شباب يلا كل واحد على بيته، يلا فضوا المبنى. علي انا ما ضل عندي قوه، ما ضل عندي قوه لهاللعبه اللي عم نلعبها. خلينا نروح، بترجاك خلينا نروح. بعتذر منك يا اخي بس المفتاح. شبك يا اخي بلا سخافه، تعال لهون. زينو تعي انت كمان، تعالي زينو. كل اللي كنت خايف منه اني اخسركم، اخسركم يا اخواتي. وين ابارك؟ اتصل في. يلا بارك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.